السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله قبل ما نبدأ همس الوصل زي ما وعدتكم، هنعرف الأول أشكال الألفات في القرآن الكريم عشان تعرفوا شكل همزة الوصل. الألفات في القرآن عندي ألف همزة وصل وألف همزة قطع. شكل الألف الهمس الوصل بتلاقيه الألف كده وعليها زي صاد صغيرة، دي اسمها إيه؟ اسمها همزة وصل. طبعا دي إن شاء الله هننزل بيها بدرس باختصار وبسهولة للمبتدئين، عشان نتدرب عليها ازاي ننطقها سواء جايلك في الحروف او الاسماء او الافعال. يبقى الالف اللي عليها صوت دي اسمها ايه؟ الف همزة وصل. طب ايه الف همزة قطع؟ الف همزة قطع زي ما بتيجي كده، سواء بيجيلك على الف دي اسمها همزة قطع، سواء بيجيلك على الف او بيجيلك على السطر سواء مفتوحة او مكسورة او مضمومة، دي بنحققها معانا ان شاء الله برضو هنتكلم عليها بالتفصيل. طب عندي ايه كمان للالفات؟ عندي حاجه اسمها الف صغيره، والالف الصغيره دي اللي بيجيلك على الحرف من فوق كده زي ما انت شايفه، دي بنديها بمقدار ايه؟ حركتين، زي ما بتقولي طغى بتديها ايه؟ حركتين، ده اتكلمنا عليه في المدود. فنادى دي اسمها الف طويله بتديها برضو ايه؟ حركتين. ودايما على طول سواء الف صغيره سواء الف طويله بتبقى قبلها ايه؟ قبلها مفتوح، وبتبقى ايه؟ بتديها مقدار حركتين، دي اسمها ألف صغيرة ودي اسمها إيه؟ ألف طويلة. كمان في أشكال الألفات عندنا ألف مستطيل وألف صفر مستديل. يعني إيه ألف صفر مستطيل؟ يعني لو لقيت الألف وعليه صفر بيضاوي زي الزيرو ده، اعرفي إن ده في الوصل بيسقط معايا. بتقولي إيه؟ فقال أنا ربكم الأعلى، يعني بتنطقيش الألف دون في الوصل. أما عند الوقف تقولي فقال أنا، فبتديها حركتين، وده اتكلمنا عليه في فيديو على القناة اسمه الألفات السبع، هتشوفوه إن شاء الله. لو حابين أسيب لكم الرابط في التعليقات. يبقى كده عندي ألف صفر إيه؟ مستطيل. طب إيه الألف الألف صفر مستديل؟ آمنوا وعملوا وهكذا، فبتلاقي الألف عليه صفر مستديل يعني مدور كده، وده بيبقى رسم عثماني لا ينطق، يعني بيبقى رسم في المصحف بس، تمام كده؟ طيب في كمان شكل الايه؟ تلاقي عليها الالف وعليها علامه موجه البحر، دي اعرفي ان دي علامه المد اكتر من اتنين، يعني تديها اربع حركات لو بعدها همزه، وتديها ست حركات لو جه بعدها ايه؟ حرف مشدد، تمام. يبقى دي برضو الشكل من الالفات اللي هي عليها موجه البحر، دي نسميها الف ايه؟ الف مد. لو شوف الحرف اللي بعده لو همزه تديه اربعه، اما لو شده هتديله ست حركات. يبقى كده باختصار ايه اشكال القران، الفات في القران الكريم. وهنتكلم ان شاء الله في فيديو مخصص عن الالف اللي هي همزه الوصل، وانتظروني ان شاء الله في فيديو قادم على الصفحه والقناه، وتابعوني لكل جديد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.